السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ معكم محمد ابو الليل. كنا اتكلمنا ان احنا هنعمل كورس او دورة في تحسين الخط العادي او تحسين الكتابة بالقلم العادي، مش الكتابة الفنية او مش الخط الفني اللي هو العريض. انا هنا يعني هاخد رأيكم هنمشي ازاي. يعني في ستايلين في الكتابة، اللي هو الكتابة الاعتيادية دي، في اللي هو الرقعة أو الرقعة زي ما تحب تنطقها، وفي النسخ. طبعا الرقعة هو الأقرب للكتابة الاعتيادية لأنه بيتكتب أسرع وأسهل بكتير، والنسخ أجمل. تمام، النسخ زي اللي بتشوفوه كده مثلا في كتابة القرآن الكريم في المصاحف وكده. فإحنا هنكتب مثلا هنا بسم الله الرحمن الرحيم بالطريقتين، وبناء على تصويتكم او على ارائكم هنمشي هنشوف هنبدا بايه، علشان برضو ما بقاش انا فرضت ايه الاسلوب اللي هنمشي بيه. تمام، فاحنا الدرس ده او المقدمه دي هتبقى عباره عن حاجه زي كده، اللي هو هنكتب الستايلين والناس تصوت عليهم وتقول لنا نحب ايه، تحب نبدا بايه في الاول. وعادي يعني بعد ما نخلص الستايل اللي هتختاروه ممكن نبقى ناخد ستايل تاني في الكتابة. فتعالوا مثلا نكتب بسم الله الرحمن الرحيم بالرقعة. تمام، دي كده البسملة بالستايل ده بالرقعة ده. والرقعة ده هو يعني 80% من كتاباتنا الاعتيادية من غير ما ناخد بالنا كده. في العادي هي بتبقى بالرقعة ده زي ما شفتوا، الكتابة بيه سريعة وهو جميل برضو، مفيش مشكلة فيه، بس طبعا النسخ بيكون أجمل وبيتكتب على مساحة أكبر. يعني هتشوفوا البسملة في النسخ هتبقى على مساحة أكبر من دي بكتير. تعالوا نكتب الإيه البسملة بالنسخ ونشوف. هنبدأ من نفس النقطة اهي. تمام، ودي البسملة بالنسخ. فأنتوا لكم حرية الاختيار، هل نشتغل بالستايل اللي فوق ده، نبدأ نتعلم تحسين الكتابة بالستايل اللي فوق ده اللي هو الرقعة، ولا نشتغل بالستايل اللي تحت ده اللي هو النسخ، على حسب ترشيحاتكم وعلى حسب تعليقاتكم. هنبدأ الدورة. طبعا انا هنا مش من الهدف من الفيديو ده مش تعليمي او حاجة، لا احنا بس مجرد كنا بنوضح. انا هنتظر تعليقاتكم اللي بناء عليها
يعني احنا حابين انه الكورس ده او الدورة دي تكون تفاعلية، هتكون بناء على اختياراتكم، وحتى بعد كده الجمل هنبقى نخليكم تختاروها اللي هنكتبها والكلام ده، واي حاجة محتاجين فيها رأيكم ان شاء الله هنعمل فيديو وناخد آراءكم. في انتظار اختياركم ان شاء الله علشان نبدأ. تحياتي لكم جميعا، كان معكم محمد ابو الليل، مع السلامة.